السلام. الواحد مع الأزمات والمشاكل والصدمة ورعب وتوتر، الواحد يصير ما هو عارف فين يروح وإيش يسوي وكيف يتصرف وكيف، توتر ما عارف إيش يسوي، مواجه موقف ورطة جدا سيء. هذا العصبية والنرفزة والعصب والصوت العالي والصريخ، وإن أنا أثور على الوضع وأصرخ وأكسر يعني ما أعرف هل هذا بيجيب نتيجة؟ ما أعتقد. طبيعي الواحد وهو في وسط المعمعة بيعاني من التوتر والعصبية والخوف بس بعد كده يصير فيه يعني الواحد يكون واعي إنه هذا كله ما حيجيب نتيجة، فيهدأ هدوء عشان يقدر الواحد يفكر، عشان يقدر إنه يعرف يشوف إيش اللي ممكن يعمله عشان يطلع من الوضع اللي هو فيه. عمر ما الواحد يصرخ ويكون إزعاج، ترى جد الصوت العالي مزعج، وهو يبغاله إنه الواحد يشتغل على نفسه فيه. يعني أول شيء يكون الواحد واعي إنه قاعد يصرخ، لأنه ساعات الواحد لما يتحمس شوية ما يلاقي مجال غير انه يصرخ، لما يحس انه ما بينسمع فيعلي صوته يصرخ. الان في ناس تجي بشخصياتها كده، انا ما بتكلم على كده، انا بتكلم عن شخص صوته بيكون عادي وفجأة بيعلى مع الحماس مثلا او مع الانفعال. خليني اقول بلاش الحماس، الواحد لما يتحمس برضو شويه نبره صوته ممكن تعلى، لكن بتكلم مع الانفعال. الانفعال جدا سيء للأعصاب وبيجيب السكر وبيجيب، أنا ماني مستعدة يجيني سكر ويجيني وأعصابي تتعب وجسمي يرجف وفروت في الآخر. يعني أبغى أثبت وجهة نظري، أبغى مثلا شيء يتغير، مالي سيطر عليه، مخنوقة، الصريخ حيجيب نتيجة؟ أعتقد الهدوء وساعات الصمت بيكون أبلغ من أي حاجة، أو الواحد يتكلم بصوت واطي. يعني حتى لو ما نسمع، معناها مش حينسمع برضو بالصوت العالي، الصوت العالي عمره ما يخلي الواحد ينسمع. مع التدريب أو عنه أنا صوتي بيعلى فأرجع أوطي، أقول للي حولي ينبهوني لما صوتي يعلى. It's يعني نوع من التأدب إنه الواحد يكون صوته واطي. فالوضع يبغاله هدوء. أي مشكلة في الدنيا وأي إعصار بيجي لا سمح الله أو أي مصيبة بتجي، عمرها ما تنحل بالصريخ والعويل والنرفزة والتعصيب. بعدين الكلمة لما الواحد يسب ويشتم ويضرب ويكسر، في نتيجة؟ يعني بيكون في، أنا ما أفتكر إنه بيكون في نتيجة، ما أعتقد. يعني الواحد ممكن يطلب، ما نسمع يرجع يطلب تاني ثالث وعاشر. الصوت العالي مزعج وبيكون وحش مش حلو، والشتيمة إنه الواحد يقول ألفاظ نابية ما بتهز شخص بقدر ما إنه بتهينه. يعني الإهانة ما حتجيب، يعني حاجة سيئة، كلام سيء بيطلع حيجيب، ما أتوقع حيجيب أشياء طيبة. لو واحد من القهر ومن
بس الهدوء مهم عشان الواحد يقدر يطلع بنتائج حلوة، عشان الواحد يقدر يوصل لهدفه. وفي حالات زي كده الصلاة، ساعات الواحد بيوصل لمرحلة ما بيقدر يعني يحس انه مهما تكلم مهما قال ما حيوصل الكلام اللي هو بيقوله، ما حينسمع. ادعي، اصلي، ادعي بهدوء بهدوء، اروح اتوضا، اصلي ركعتين والجأ لربي، الله بيسمعني. ما هو ممكن اللي حاصل هذا كله مثلا مشاكل او مصايب انه ربي يبغاني ارجع له، هو ربي ترى دائما معانا، الله دائما معانا، بس احنا اللي مش معاه. اسباب المصايب دائما بتكون خير، او المشاكل او اي شيء سيء بيحصل دائما بيكون في باطنه خير. اذا انا ابغى استفيد من الوضع، اما اخليه مر علي مرور الكرام ما استفدنا شيء. ابغى استفيد من الموقف، ابغى اطور نفسي من الموقف، بدل ما يعني اخسر اني احزن، اخسر اني اخاف، اخسر اني كل المشاعر السلبيه اللي ممكن تمر فيها، وكمان اخسر اني استفيد او اطلع بنتيجه تنفعني في حياتي عشان تخلي حياتي بعدين اسهل. too much no احنا اغبياء. السلام والهدوء حلو، ردات الافعال اوكي، طبيعي الواحد ممكن يعني يعصب ويقلب الدنيا، لكن كن واعي. الهدوء حلو عشان اقدر افكر، عشان اقدر استوعب، عشان اعرف كيف اتصرف. هذا الهدوء بيجي بالصلاة. أنا كمسلمة لما أنزل على الأرض وأسجد، الأرض بتسحب كل الذبذبات السلبية اللي في جسمي، فبعدها هدوء. قبلها لما أروح أغسل بالموية أتوضأ، الموية بتهدي، بتسحب كل الأشياء السلبية، الذبذبات السلبية. لما المسيحيين يروحوا الكنيسة ويدعوا، الجو العام الانفايرمنت كله هادي، وفي شموع، الشموع بتسحب كل شيء سلبي. الهدوء مهم في مواقف زي كده. أبغى أشياء كويسة تجي، لازم أعطي، أعطي يعني أساعد في أزمات، في مواقف باللي أقدر عليه. ما أقدر أعطي فلوس مثلا، أتصرف، أقوم أساعد، أسوي أي شيء، أي حاجة ممكن يكون في معناها إنه خير، بعمل خير. إن شاء الله يكون في مثلا أي حاجة ولو كانت بسيطة، حاجة خير بعملها، يعني أقتنص الفرص إنه أعمل خير عشان يجيني خير، عشان أطلع، الواحد يطلع من الـ المشكلة أو الوضع الفظيع هذا اللي حاصل. الهدوء جميل، بيجيب سلام، بيجيب وعي، بيجيب فكر، بيحسن حياة الواحد. ما في حاجة اسمها ما أقدر، كلنا نقدر. بالتدريب شوية شوية تيجي، شوية شوية تيجي. سلام.